بدء العام الدراسي الجديد، يتطلع طلاب مدينة عدن إلى تحصيل علمي جيد بعد أن تسرب العام الدراسي الماضي هباء بين ظروف كورونا وإضراب المعلمين. من حقي أنا أتعلم، أريد العودة إلى المدرسة. وقبل بدء العام الدراسي بأيام قليلة، ما يزال إضراب المعلمين هاجساً يهدد مستقبل الطلاب وتحصيلهم العلمي في ظل غياب أي دور من الحكومة الشرعية لحل قضية إضراب المعلمين وتحقيق مطالبهم الحقوقية قبل أن تفتح المدارس أبوابها ويجد الطلاب أنفسهم وحيدين بين حيطان الفصول الدراسية. أتمنى أن تعود إلى المياه إلى مجاريها في مؤسساتنا التعليمية، وأن تعود العملية التعليمية كما كانت وأجمل مما كانت. فمن غير المعقول أن يكون نصف الطلاب يداومون في المدارس الأهلية الخاصة، ومعظم الطلاب في وطننا يعني في البيوت بسبب توقف العملية التعليمية بسبب الإضراب. وانعكس إضراب المعلمين سلباً على العملية التعليمية التي شهدت تدهوراً حاداً العام الدراسي الماضي، ما أثار مخاوف أهالي الطلاب من امتداده على هذا الموسم الدراسي في ظل مواصلة المعلمين إضرابهم المفتوح وتجاهلهم من الجهات الرسمية. ورفع أهالي الطلاب مناشدات للجهات الرسمية للضغط على المعلمين من أجل رفع الإضراب حفاظاً على مستقبل أبنائهم الذين تدنت مستوياتهم التعليمية العام الماضي وقد يتراجع تحصيلهم العلمي بشكل مضاعف هذا العام. نتمنى أن يساهم المجتمع جميعا، معلمين، آباء، مؤسسات الدولة، لإعادة العملية التعليمية في وطننا الغالي. وفي حين يرى المعلمون في حركة الإضراب الوسيلة السلمية الأجدى لتحقيق مطالبهم، يخشى أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم الذين أعلنوا بدورهم رفضهم القاطع لدعوات الإضراب، معتبرين أنها تهدف إلى تدمير العملية التعليمية ومستقبلهم. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، دشن شباب مشاورات عدن حملة إلكترونية للمطالبة بإنهاء الإضراب وعودة الطلاب إلى المدارس، كما أبدى ناشطون استعدادهم التطوعي للتدريس في المدارس الحكومية بشكل مجاني، ضمانا لاستمرار العملية التعليمية وسدا للفراغ الناجم عن إضراب المعلمين. قمنا بمبادرات من أجل التطوع للتعليم التي تم تحقيقها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تغطية وسد الفراغ الحاصل بالمدارس وعودة الطلاب للتعليم. صحيح أننا كشباب لن نقوم بالدور كالمعلمين، ولكن نحاول أن نغطي هذا الفراغ بمجهوداتنا الذاتية. وكانت الحكومة الشرعية قد أعلنت على بدء العام الدراسي الجديد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ابتداء من 6 سبتمبر الجاري. أمة الرحمن العفوري، لقناة سهيل الفضائية، عدن.